يعني طبعا هو تسلم منصب كبير كما تعلم، يعني صار رئيس شعبة العسكرية، ولكن عندما اهتزت العلاقة بسبب خلاف حصل على ما كنت أسمع بين أسماء وبين بشرى، ضعف دور بشر آصف، يعني من الوضع طبيعي أن ينحاز إلى زوجته يعني، ومعروف بأنها غادرت البلاد، وأنا كان لي يعني دور مساعد كمان، لحقني غضب من وراء ذلك يعني، لأنه كنت ممن شجع على أن تأتي إلى الإمارات.